السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. نعم، فهذا محبكم وحبيبكم عمار أبو للا حفصة وللا زينب النحيلي يحييكم، فمرحبا وسهلا بكم. خوتي الحباب، على هذا المشهد، هذا المشهد الجميل، هذا المشهد الزويون، عندنا هذا الفروج، هذا فروج رومي، هذا الديك الرومي، بغينا نذبحوه. مسكينة خالتي كرمتنا به، أمي اليوم ذبحوا لنا ودرنا به رزيزة. إوا لا هاد النقل هذا، وبغينا يعني نلتمسوا الفرصة، تحلتني الفرصة نستغلوا الفرصة. نعم، فسبحان الله العظيم كما يحكى، هذا واحد الأستاذ، نعم، هذا واحد المدرس، هذا واحد المعلم، الله يرحم هاد الأساتذة بحال مثل هاد المعلمين وهاد الأساتذة. الله الله، اللي قلوا في هذا الزمان هذا إلا ما رحم الله. نعم، ولكن الخير موجود الحمد لله، الخير مازال في هذه الأمة المحمدية. نعم، فسبحان الله العظيم يا أحباب، يعني كما يحكى، هذا واحد المعلم كان له تلاميذ، هذا المعلم كان عنده التلاميذ ديالو، ويوم من الأيام أمرهم باش كل واحد يجيب فروج ولا فلوس ولا حمامة، كله يجيب طائر. قال لهم كل واحد فيكم يجيب شي طائر. نعم، فذاك الطلبة، ذاك التلاميذ، ذاك النهار باش جابوا يعني هذاك الطائر، الأستاذ ديالهم أمرهم قال لهم يلا خرجوا، وكل واحد يجيب معاه موس. نسيت، الأستاذ كما قلت لكم يعني يطلب من التلاميذ ديالو يجيبوا طائر ويجيبوا الموس. قال لهم يلا خرجوا، خرجوا كامل هذوك التلاميذ ديالو كاملين اللي يعني اللي في القسم، قال لهم يلا خرجوا ذبحوا ذبحوا هذوك الفلالس ديالكم او هذوك الطيور ديالكم، وما يشوفكم حتى شي واحد، ما يشوفكم حتى شي واحد. ايوا ذوك الطلبه خرجوا من القسم، وكل واحد فين شي رام روح الزرب وتكى عليه، شي خرج حدا القسم وفك معاه، كلو كيف ما كنقولوا كلو كيلغي بلغاه. وحيحد بقى شاد الفريرج ديالو، بقى شاد الفريرج ديالو، بقى شاد الفريرج ديالو مسكين هيدا، وتم جاي بيه عند الاستاذ ديالو. شو سبحان الله العظيم، الرجال اللي كيعلموا وليداتنا العقيده الصحيحه المتينه. ها شو سبحان الله، هذاك الوليد شبر هذاك الفريرج هيدا وتم راجع بيه، راجع بيه عند الاستاذ ديالو. الاستاذ سولو قال له المرضي علاش ما ذبحتيش الفلوس ديالك؟ وقال له استاذ انت قلتي لنا يعني نذبحوا هذا الفلوس ديالنا وما يشوفنا حتى شي واحد، وانا استاذ فيما كنمشي كنلقى الله سبحانه وتعالى كيشاهدني. وسبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو معكم اينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم، دائما الله عز وجل معنا يسمع ويرى. شو سبحان الله العظيم، هذاك الطفل رجع كما قلت لكم عند الأستاذ ديالو، الأستاذ ديالو سولو قال له علاش ما ذبحتيش الفلوس ديالك؟ قال له أستاذ أنت قلتي ما شفنا حتى واحد، وأنا فيما كنمشي ها كنبغي ندوز عليه، ولكن فإذا بيا كنشوف الله عز وجل كيراني. شو سبحان الله العظيم، شو سبحان الله العظيم، شو الناس شنو علمت، شو الناس اللي كونت الرجال. والحمد لله مازال الخير في الأمة. بحال سبحان الله العظيم، عندي واحد صاحبي أستاذ كيقري اللغة الفرنسية، هذا صاحبي أستاذ كيقري اللغة الفرنسية، وما كيدخلوا عنده التلاميذ ديالو كيدير لهم واحد الحصة خاصة ديال التربية الإسلامية. قال لي بمزح، قال لي راه ما يبغيهمش يسقوا هذا الكلام هذا. نعاود، نعم أخوتي، عندي استاذ صديق ديالي، استاذ والله العظيم صاحبي، هو الماده ديالو والله اعلم الفرنسيه، بعدا ما عندوش بعدا التربيه الاسلاميه، ما عندوش التربيه، ماشي التربيه الاسلاميه، ما عندوش يعني حق يعني باش يقري التربيه الاسلاميه، لا، وعندو بعدا غير من التربيه الاسلاميه، ولكن هو بالرحمه ديالو وبالهمه وبالحرقه هذه دي المسؤوليه هذا الدين المبارك، فيما كيدخلوا التلاميذ عنده يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، كيذكر الدراري بالله عز وجل، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى.
واش كلام واضح؟ يعني فما كيدخلوا عنده داك التلاميذ يعني كيبين لهم شعائر الدين، يوريهم كيفاش يتوضاو، يوريهم كيفاش يصليو، يوريهم كيفاش يتعاملوا مع والديهم، يعاونوا كيفاش يتعاملوا مع الناس. وهذا هو الاصل، هذا هو الاصل. واش فهمتوني ولا سمعتوني؟ وهذا ما كان رحم ربي من قال. الله، ذاك المثال المبارك كاد المدرس ان يكون رسولا. وصراحه اي انسان عنده شي مسؤوليه فهو رسول الله. عندك شي مسؤوليه راه تحمل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وردوا البال الرعيه ديالكم. ها هو الفروج ديالنا دابا الاخوان كيف ما كتشاهدوا، ها هو مسكين، هذا ولد المدينه، هذا ولد المدينه. ها شوف تبارك الله، ادري واش ياسر. واو بسم الله، هنا ياسر، زيد هنا. واوليدي واوليدي وا الحبيب وا المرضي، اش تهضر عندي طقطق. زيد. وسبحان الله العظيم، لابد من الرحمه. الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ترحموا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شحال الناس يعني الطائر هذا ما كيقدروهش، مسكين. انتم كتشاهدوه واقيلا ولا لا؟ شحال من وحدين كيبغيو يذبحوه الطائر هذا، كيشد الموسيده وكيدوز عليه وكيسيبو، يعني كيسيبو. انا شاهدتها مرارا وتكرارا. وذاك الانسان من حق عاتبو، لابد خصك تعاتبو اصاحبي. يقول له خصك تتق الله في هذا الحيوان، هذا خلق الله هذا، باش تكرفص عليه حشومه عليك اصاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم قالنا من لا يرحم لا يرحم، ارحموا اصاحبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور، اذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. هكذا قال نبينا ومصطفانا رسول رب العالمين. يا سلام يا سلام يا سلام. ديكي انت رفيقي، انت انيس البيت، انت رفيقي. يلا اجي دابا ان شاء الله صافا نذبحوا ياك. شحال نديرو؟ ها قولي انتيا، غوتي بزاف، غوتي مزيان. شحال نقيولو وشحال نديرو به ما نذبح؟ ربي الحبيب. وي فروج الحبيب، وي اخويا اش غيخرج منك هاد الليله؟ الله اكبر. والفراريش والمرضي، واش غيخرج منك هاد الليله الحبيب؟ الله اكبر. ولكن شوف سبحان الله العظيم، هاد الفروج اخوتي غيأدي المهمه ديالو، غتبقى المهمه ديالي وديالك. شوف سبحان الله العظيم، هذا المقصد اللي خلقو ربي العالمين ليه، يعني كيأديه. ايوا حنايا قال لكم هنا لتما ربي تما، الله يدخلنا الجنه. قال لك هاكا الفقي واحد 5 دراهم عمل لينا شي فاتحه، قال له الله يجعلها لك طريق الجنه. قال له الله يجعلها لك طريق الجنه. ما حشمتيش بالله عليك، طريق الجنه ب5 دراهم. وربي العالمين قالنا في القران الكريم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني احنا ماشي كنسيئوا الفقي ديالنا، الفقي ديالنا ما يستاهلش يا 5 دراهم، حشومه صاحبي. هيكون السبب ديالك باش تدخل الجنه. الفقيه راه اسوه، هذاك كتاسى به الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وما جعل الامام الا ليؤتم به، فباش تطيح. ولكن انت هو عاوتاني الفقيه ديالنا الا ما رحم الله، كنجمعوا شي كلشي. ايوا انت الفقيه غادي مشبر لي 5 دراهم ودير واحد الفاتحه وكتقول له الله يجعلك طريق الجنه. انت الفقيه خصو تكون عنده همه، تكون عنده شهامه، تكون عنده عزه نفس. ايوا هيدا بغينا الفقيه ديالنا حنايا، راه ماشي قال له الفقيه او واحد 5 دراهم وعمل لنا شي فاتحه. لا، فاتحه ماشي ب5 دراهم، فاتحه بعدا خصك تتقى الله، فهمتي؟ خصو تقول له تتقى الله، حتى دور معاك خصو تقول له بعدا تتقى. قسما بالله العلي العظيم، كنا في واحد المناسبه، دخل واحد السيد يعني معروف العمل ديالو، معروف هذاك المال ديالو مين كيكسبو، اين واش دعاء ولا وما عندك ما تسمع؟ كبحال هيدا نقول هيدا دابا التعبير ديالي، هيدا واحد خيي كيدعي مع هذيك خانه، يعني هيدا يا ربي تحيد، يا ربي تاخذ من حسناتي وتعطيهم لهذا. نعوذ بالله صاحبي، نعوذ بالله صاحبي. والله الا الجهل صاحبي، الله يجهل كحل، الجهل كحل. ها هو الحبيبه، شوف تبارك الله، شوف وافي تبارك الله، وافي، اللهم بارك. كان راه نقيوي، عالف العلف نقي هذا،
هذا عايش واحد العيشه نقيه، ماشي بحال شي وحدين كيتعداو علينا كينافوك. اعطيهم يلا الحبيبه باش نبوسك. اجل ما ديرش. ان لله وان اليه راجعون، لله ما اخذ له وما اعطى. يلا اخوان السلام عليكم وتبارك الله عليكم، ساعتكم سعيده. الفراغ جا ندبحوه المراه طايب باش فهمتي ولا؟ الله الله الله. امي مسكينه كتكرمنا هذه الليله هذه، الله يكرمها الله يكرمها بالايمان. يلا سلامة. سير سير زيد قدامي، زيد قدامي ناجي، زيد قدامي، زيد 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 قدامي، زيد يا الحبيب. شوف مسكين، شوف ها هي حداك، ها هي الحبيب، ها هي الحبيب، ها هي صاحبتك، ها صاحبتك، ها هي صاحبتك. يلا اخوان السلام عليكم، مع السلامه.